بس ان شاء الله راح نبتدي. بس بالنسبة يعني دزيت صورة على قناة التليجرام، المال جروب مالتنا مال التليجرام. بالنسبة لاخواننا المهندسين انا قلت لهم على مود الاشعارات يطفوه، على مود يقدرون يعني شلون يوصلهم الصوت واضح. فانا وصيتكم بانه لازم تطفون اشعارات، بس خلينكم اياها مثل ما موجودة. فالاشعارات ارجو من كل الاخوان يعني كل اخوتنا واصدقائنا المهندسين، نزلت لكم اياها صورة بالتليجرام، بس سووا الاعداد يعني قلت لكم عليهن شلون تروحون على السيتنج وتطفون الاشعارات حتى الصوت يجي واضح. هسه ان شاء الله بس ارجو من كل اخواننا يعني يكون الصوت والصورة اتمنى يكون واضح عندكم، حتى ان شاء الله راح نبلش احنا في الدقيقة او دقيقتين على 9:05 نبلش، على مود اكثر عدد راح يجي. تمام، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما حد عنده مشكلة بالصوت والصورة، يعني واضحات ان شاء الله. بس شوي اعتذر شوي الانترنت ثقيل. اوكي ماكو مشكلة ان شاء الله. هسه بس اللي يعني تظهر الصورة وصوت واضح وصورة موجودة، خليه يكتب يعني تم او رقم واحد على مود اعرف اكو صورة وصوت، على مود شلون نبلش بالمحاضرة. يعني ان شاء الله الصورة وصوت واضحة ما عندكم مشكلة. صوت؟ لا ما اكو صوت. لو ما اكو صوت بالنسبة لاخواننا يعني اكو صوت بسرعة عمود نبلش ان شاء الله. بس اذا حد يسمعني صورة وصوت يعني اذا اكو عمود واحد يكتب لي رقم واحد على مود افتهم حتى راح نبلش احنا، ما بقانا شيء. زين تمام ماكو مشكلة. فهسه ان شاء الله نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبتدي اليوم دورتنا اللي هي دورة التحليل والتصميم الانشائي، دورة الاوتو ديسكروبو ستراكشر اناليسيس بروفيشنال. طبعا انا منزل هذا الازار اللي هو نسخة 2019، هذا الازار الموجود نسخة 2019. اكو بعض الزملاء يقول يعني النسخة مثل 2020 2016 2017 2014، يعني هذني كلها نفس الاصدار، يعني الاصدارات كلها نفس الواجهه، تعطيني واجهه واحده مال البرنامج. فاحنا ان شاء الله راح ناخذ، انا مقسم الدوره ان شاء الله مقسمه على فصول، نقسم الدوره على شكل فصول. هذا المنهاج مالتنا مال الدوره راح ناخذ ان شاء الله. طبعا هذا المنهاج الدوره انا عباره عن مسوي لكم فد فصول، وهاي الفصول نشرح عن المقدمه عن البرنامج وشنو فائدة البرنامج، شنو الأغراض المتعددة للبرنامج. وكذلك راح ناخذ نفس الوقت راح نبتدي ناخذ من ما نشرح البرنامج ومن ما نسوي الإعدادات مال البرنامج، راح ناخذ عبارة عن مثالين لبناية هيكلية متعددة الطوابق، وحدة كونكريت وحدة ستيل. بالإضافة إلى إن شاء الله ناخذ بعد آخر دورة احتمال ناخذ الجملونات البوتر فريم والكيس بان، هم ناخذهن محاضرة. فمنهاجنا ان شاء الله هو هذا راح نبلش فيه. زين يعني ان شاء الله واضح الصورة وصوت ماكو مشكلة، على مود نبلش فيه ان شاء الله. ما حد عنده مشكلة ان شاء الله بالصورة والصوت.
يلا راح نبتدي ان شاء الله. فقلنا احنا هذا البرنامج مالتنا، او البرنامج عباره عن راح نشتغل عباره عن تصميم بنايتين، وحده كونكريت وحده ستيل. البنايه هذه راح نعرف شلون ندخل البنايه ببرنامج الروبوت. راح ندخلها عباره عن هي ملف، طبعا ملف دي دبليو جي او ريفت، تجيبها تصدرها لبرنامج الروبوت وترسم برنامج الروبوت. تبدي بالبنايه، ترسم طبعا اسس، تبدي من ترسم اعمده وجسور وسقوف، وذا اكو بيها شير وول، وذا بيها مثل درج، ذن كل راح نرسمهن، بالاضافه الى نرسم الاسس، سواء اساس رفت او سواء اساس منفصل، اساس شريطي او بايلات. فاحنا راح نبتدي بنايه، ناخذ هاي البنايه اللي هي هيكليه نصممها، نبتدي بها وندخل عليه كل الاحمال عندنا، الاحمال الحيه والاحمال الميته والاحمال الزلازل والاحمال الرياح. ورا ما ندخل الاحمال راح نسوي الكومبوننت نود، يعني راح نسوي ندخل الكود مالتها، نسوي هاي الاحمال نعطيها قوه مركبه، يعني نضيف لها فاكتورات، اما بطريقتين، وركينج ستريس ديزاين ميثود والالتيميت ستريس ديزاين ميثود. فذني الطريقتين من راح ندخل الاحمال حسب الكود. احنا راح نشتغل الكود الاي سي اي كود، الكود طبعا الامريكي، راح نشتغل على هذا الكود ونصمم به البنايه. من نصمم البنايه طبعا راح اخر شيء طبعا راح يحطون ابعاد المقطع ضمن الشروط، هل هي محققه او ما محققه، بالاضافه الى التفاصيل التسليح، هم راح نعرف بانه هاي البنايه التسليح، هل هذا التسليح يعني كافي للبنايه بالنسبه للاعمده، للجسور، للسقوف، للاساس. فهذه وبالاضافه الى مثل الاساس نضيف له، يعني بنايه من راح يعني لازم عندنا اهم شيء بالبنايه لازم ندقق البيرن كاباسيتي مالتها، قابليه تحمل التربه. فنعرف احنا عندنا اما يجيبون تحريات من التحريات من المختبر، يعطون يقول لك يابا بان البيرن كاباسيتي قيمتها هكذا، فندخلها. وهو راح ندقق اخر شيء اكو فد فاكتور او اكو فد ايعاز، بانه يدقق لنا هل قيمه البيرن كاباسيتي، هل حمل هذه البنايه يعني ما بها مشكلة بالنسبة لقابلية تحمل التربة. فهذني طبعا هذا برنامج روبوت، برنامج كلش مميز، يعني بكل التفاصيل يعطيك اياها، عكس اكو عكس البرامج اللي هي اي تابس والساب، لا ما تقدر تجيب البناية كاملة وترسم بها من الاسس الى ان تنتهي في السقف، لا يجزئ لك اياها مثل اي تابس، يشتغل لك مثل اعمدة وجسور. وتريد مثل ترسم تصمم الاسس، لا لازم تروح ببرنامج اللي هو سقف، برنامج الساب السيف الساب. هذا الروبوت لا يختلف، بناي يبدي لك اياها من الاساس وينهي لك اياها الاخير. فان شاء الله هذه مقدمتنا، ان شاء الله راح المنهاج راح نعطيه، هو الفصل الاول طبعا مقدمه عن برنامج الروبوت وما هي استخداماته في المجالات العمليه والعلميه. فوائد واستخدامات برنامج الروبوت، طبعا برنامج الروبوت قلنا استخداماته، يستخدم طبعا بالتصميم والتحليل الإشياء للأبنية المتعددة الطوابق، يعني الغرض من عنده يعني سرعة الحل، سرعة التصميم والدقة مال التصميم، مكان ما بناية مثل نظل نصمم بها فد أشهر معدودة أو شهر شهرين، لا ممكن نستخدم برنامج الروبوت نقدر مثل البناية يعني أقصى بناية يعني متعددة الطوابق ممكن ما يطول بها ساعة من حيث التصميم والتحليل الإنشائي مالتها. فهذا الفائدة من عنده. مجالاته طبعا تصاميم بالمجالات، ممكن نستخدمه، يستخدم تصميم بالكونكريت وبالستيل ستراكتشر، بالإضافة إلى يصمم الجملونات، يعني همين الجملونات هم نصمم بها بالروبوت. هاي المجالات اللي شنو راح الغرض من الروبوت، شنو مجالاته، كذلك يصمم من الروبوت الووتر تانك، هم نقدر بالروبوت نصمم الووتر تانك، الأحواض الماي ووتر تانك، سواء مستطيلة أو أسطوانية، حديد أو كونكريت، ممكن أن بالروبوت هم نقدر نستخدمه نصممه. كذلك الجسور همين نقدر بالروبوت هم نصمم الجسور. فالروبوت برنامج واسع وشامل بكل المجالات، هاي المجالات اللي نستخدمها. بالإضافة إلى استخداماته قلنا ممكن بسهولة نطلع النتائج مالته وندققها، هو الحل اليدوي. معلومات أساسية، هو طبعا معلومات أساسية، يعني البرنامج الروبوت هو يعد من أحدث إصدارات شركة أوتوديسك في مجال التحليل والتصميم الإنشائي.
فشركة أوتوديسك من تصمم برنامج مستحيل هذا البرنامج تصمم طلع به نسبة أورر. أكو بعض المصممين لأن هو صراحة هذا البرنامج الروبوت يعني بالعراق ما يتجاوزون 6 إلى 5 يصممون ويشتغلون عليه بروفيشنال بي، يعني برنامج جديد وبعده بالعراق ما حد يعني قليل يستخدمون برنامج الروبوت. فبرنامج دقيق وبرنامج يراد له ممارسة بي، يعني مو مثل يعني اكو بيهم يقول لك بي اخطاء وايرور، لا بي اخطاء وايرور هو يعني تلقاه ما مشتغل على البرنامج او المدخلات والمخرجات مالته يعني ما يعرف شلون يستخرج النتائج فيقول لك بي ايرور ما ايرور. بس الروبوت برنامج راقي بالنسبة مالته الدقة عن عن بقية البرامج، وبالنسبة للدقة مالته النتائج اظهار نتائج عن التحليل اليدوي انا مصمم مدقق بيدي نسبة الصح مالته 99%. فبرنامج كلش راقي، وقلت لكم التأسيس مالته شركة اوتوديسك شركة عملاقة اللي هي نفسها اصدرت الروبو الريفيت والاوتوكاد وال 3 دي ماكس و 3 دي سيفلوج، فأمنوا من ناحية الاستخدام للروبوت. هسه إن شاء الله هذه المقدمة عن برنامج الروبوت، مجالاته استخداماته شنو، معلومات أساسية الشركة المصدرته، بإصدارات طبعا إصداراته تبدي من 2010 إلى 2020 أو 21 هسه نزلت الإصدارات مالته، كل إصدار طبعا نفس الإصدارات بس مجرد الأوامر مختفية مثل مكان عن مكان، فبرنامج يعني ما بي يعني فد اختلاف عن بقية الإصدارات. هسه إن شاء الله من راح تفتحون راح ندخل هسه برنامج الروبوت الفصل الثاني طبعا اللي هو ساعدنا هنا، راح ندخل إلى صلب الموضوع اللي هو راح نستعرض لوحة البرنامج، لوحة البرنامج والمفاتيح والأوامر بها. شلون نعرف نتعرف على الأوامر مال البرنامج الروبوت؟ مثل ما احنا عندنا الأوتوكاد اللي هو هسه هذا الاوتوكاد باوامر اللاين وما لاين، ذن الاوامر اللي نستخدم بالدرونج بالرسم. الريفت كذلك هم الاوامر مال اللوحه مال الشاشه مالته هم باوامر. الروبوت كذلك هم باوامر، هاي الاوامر يعني نتعرف عليها شنو الاوامر. النقطه الثانيه كيفيه ضبط اعدادات البرنامج، برنامج الروبوت اهم شيء، يعني ليش يقولون بي اورر؟ اهم شيء برنامج الروبوت تضبط الوحدات قياس الكودات اللي تدخل يا كود تشتغل عليه، والمواد كود المواد يا المواد البريتش يعني المواد البريطانية من الكود البريطاني المواد او الاي سي اي كود او حسب هو عنده واي كود، فذني اوامر كلش ضروري. فاهم شغله بالبرنامج الروبوت قبل لا تفتحه من تفتحه هي الاعدادات مالته، اذا الاعدادات دخلتها خطا راح يعطيك نتائج خطا، ما يعطيك نتائج يعني مو انه مو يعني خطا وانما يعطيك النتائج مو مثل ما انت تحللها يدويا. ليش؟ لان انت النتائج او الكودات اللي حاطه بالكود باليدوي انت ما دخلتها نفسها بالبرنامج فيعطيك راح يطلع لك اختلاف. النقطه الثالثه شلون نجيب ملف دي دبليو جي او ريفت ندخله على الروبوت من حيث بنايه او شنو اللي عندنا ونرسمها بالبرنامج الروبوت. النقطة الثالثة أي بناية عندي مالتي ستوري لازم شو نسوي؟ نعرف الطوابق، عدد الطوابق سواء كانت هيكلية أو كونكريت. نقطة أربعة مهمة اللي هي تعريف ذن يعني أساسيات اللي هي من حيث ضبط الإعدادات، وكذلك تعرف على عدد الطوابق لازم تعرف الطوابق كم طابق عندك بناية مثل 3 طوابق 4 طوابق لازم تعرفهن. والنقطة الخامسة اللي هي نرسم الجريدات، ضرورية الجريدات مالتك مال اللي يتمثل سناتر الأعمدة وسناتر الجدران. فهذا الفصل الأول والثاني راح إن شاء الله نطبق هسه بالبرنامج ونشوف البرنامج. هسه كلكم يعني راح يفتح الواحد البرنامج، طبعا راح تظهر هيك هاي اللوحة مال البرنامج، هاي اللوحة مال البرنامج. هنا أنا راح أحطي مور، طبعا كل إصدار عن إصدار يختلف، يعني ممكن 2013 14 يعني تلقى مثل هذني متقسمات هنا صارت. طبعا هسه انتم هذا شلون الريفت شلون الاوتوكاد، اي شيء ترسم بيه وتصمم بيه وتحفظه راح يجي هنا على المالتك هنا انا يعني على اللوحه مالته، يعني عندنا انا مشتغل هنا اي واحد مشتغل راح تجي هنا انا على تعطيه سيف راح تجيك هنا. فهذه يعني كلش
يعني مهمة تنتبهوا له، يعني دني أنا مو هو بالبرنامج، لا أنت إذا فاتح برنامج جديد وبعدك ما مشتغل ولا مشروع عليه فتظهر لك هاي اللوحة فارغة. هسه عندنا أنتوا تظهر لكم هلن الأوامر، وراح نتعرف شنو هاي الأوامر. عندنا هذا الشيل ديزاين، هذا الأمر الشيل ديزاين، هذا شنو فائدته؟ هذا فائدته أني مثل أرداس أرسم بناية ستيل كونكريت، عندي بناية مثل هيكلية وبنفس الوقت بها كونكريت، فاستخدم الشيل ديزاين. يعني مثلا عندي أعمدة وما أعمدة كلها فد ستيل ستراكتشر، بس بها سقف شير وول ما شير وول كونكريت، فاستخدم الشيل ديزاين. هاي الأيقونة مال الشيل ديزاين. كذلك تستخدم هاي الشيل ديزاين، هاي تستخدمها همين الشغلة الثانية إذا ترسم أو تصمم الووتر تانك، يعني الووتر تانك سواء كونكريت أو ستيل أو كونكريت وستيل، فهمين بالشيل ديزاين. هذا الأمر اللي هو فريم 3D ديزاين، هذا يختص بالجملونات البوتر فريم. هذا الأمر من تي ترسم بس شنو 3D، يعني من تي ترسم فالجملون بأبعاد معينة فأنت تختار الصورة متوقفة، ما أعرف يعني الصورة، بس أريد أفهم الصورة واضحة ولا لا، لأن أنا دا أشرح في يعني الشات مدى، يعني يا ريت من واحد إذا صورة وصوت ما واضحات على مود أشوف هالخلل، لأن أهم شيء أنا عندي تطبيق الصورة والصوت، الصورة والصوت ماكو مشكلة يعني سوى أوكي. زين، فأني هذا البرنامج طبعا أنا مسوي صورة على البرنامج، فهذا البرنامج أنا اللي عندي مثل ما هذا البرنامج الموجود. فعرفنا شنو الشيل ديزاين اللي هي قلنا مركب ما بين أو نصمم فد مركب ما بين سيل كونكريت. ال 3D فريم 3D ديزاين هذا قلنا يريد بوتر فريم، إذا تريد يعني تصمم فد جملون معين تستخدم هذا بس في حالة اللي هو 3D. وهذا هنا عندنا فريم 2D ديزاين، لا هذا تريد تصمم فد جملون او كيس بان بس ب 2D ابعاد مو ثلاثية، فهم تستخدم يعني ثلاثية يشتغلن. البولدنج ديزاين هذه اللي احنا نحتاجها، يعني اكثر اعازات بالنسبة للكونكريت، عندك بناية كونكريت ديزاين ستراكشر ديزاين كونكريت، فالبولدنج ديزاين هاي راح نحتاجها احنا ضرورية كلش مهمة تحتاجوا انتو، هم تقدر تشتغل بيها كونكريت وستيل. فانت مجرد ما نضغط على نختار البولدنج ديزاين راح ينفتح لنا البرنامج. هذه الشاشة الرئيسية مع البرنامج، بس الصورة والصوت يعني كوبيهم يقول الصوت مو واضح وكوبيهم الصورة مو واضح، اعتقد هالصوت الانترنت ما اعرف، صوت ماكو اعتقد انترنت. انا بس كده يعني يا شباب بس قلت لكم اكو نزلت لكم على الانستغرام العفو على التليجرام صورة على مود تسدون بيها الاشعارات على مود تسمعون الصوت، تمام يعني على مود هسه ان شاء الله عندنا هاي اللوحة مال البرنامج. راح هسه قلنا اللي هو بالفصل الثاني شلون نتعرف على لوحة الأوامر الموجودة في البرنامج. هسه أول ما تفتح البرنامج اللي اختارينه هسه احنا البولدنج ديزاين، فهسه عندنا ذن الأوامر طبعا يعني هم تقريبا نفس الإعازات وأوامر، يعني كوبيه نفس الأوامر مال الأوتوكاد مال الريفيت. فأنا هسه بالنسبة أشوف هسه الريفيت، أنتم من الريفيت هم بي تمبليتات، كل تمبليت بالأوامر مالته تختلف، يعني اللي سواء الاركتكتشرال أو ديفول ماتريك أو أنيلاس ديفول ماتريك، كل واحد والملات الأوامر تختلف. هسه أنا دخلت على البولدنج ديزاين كونكريت فشوف تطلع لنا ذني الأوامر، إذا أختار اللي 3D ديزاين فريم راح تطلع لي غير أوامر، بس هنا كلهن يؤدن إلى غرض واحد.
فهسه راح نجي هنا الاوامر. هاي الفايل، الفايل كله معروف باي برنامج بانه الفايل. اما تفتح برنامج جديد عندك، يعني برنامج جديد راح من اعطيه نيو مثلا. شوف هسه انا هنا هاي خلنا اشرح لكم اياها على مود تصير لكم واضحه، لان من شرحنا بالبدايه اكو جزء احتمال ماكو بيهم صوره ما وضحت. فانت من راح تروح على الفايل على النيو، مثل ما شرحنا بانه هاي البيلدينج ديزاين اذا تريد تصمم بنايه كونكريت، وهذه على 3 دي ديزاين فريم كونكريت جملونات او ما جملونات 2 دي، وهذا الشيل ديزاين قلنا اذا تريد تصمم بيها كونكريت وستيل مركبه، او تريد تصمم بيها الووتر تانك هم ممكن تستخدمها. هذه اذا عندك التراس، يعني عندك فد جملون او بنايه التراس بس 3D مو 2D. وهذا قلنا اذا اريد تصمم جملون او كيس مان 2D. هذا اللي هو هسه هذا بليد ديزاين، هذا مرات يعني تصمم بيها فد جزء واحد او عنصر سواء مثل يعني مختص بالبليد، يعني البليد احنا عندنا يتمثل اما بالسلاب او بالفاونديشن او الفوتنج. فهذه اللي هي بليد ديزاين، اريد مثل اصمم بس سلاب او اريد اصمم بس اساس، اخذ وحده مجرد مثل اضيف الاحمال وما احمال اصمم وحده، يعني مو ضمن داخل البناء لا، يعني مثل واحد قال لك عندي فد سقف عليه القد لود، فهذا اللود اريدك تصمم لي السقف، شوف لي التسليح المومنت ديسبليسمنت او الاساس، فممكن ترسمه بهذا الامر، يعني جزء مو من البنايه. هذه اذا احنا قلنا الجيردرات بالنسبه للجسور ما جسور، وتقدر همين ترسم بيها الرفت العفو الجسور الكونكري، يعني الصب مو جاهز مو جاهز وانما لا الصب الموقعي، هم تقدر ترسم بيها. هذا اني هم الاوامر هم يستخدم بالتراس، اذا عندك تراس يعني ينحط بالواجهه مال جسر يعني، فهذا همين تحتاجوها. هذه هنا أنا الفولومتريك ستراكشر ديزاين، هذه طبعا هم ميزه ممتازه بالبرنامج الروبوت، اللي هي تصميم اللي اذا عندك سد تصمم سدود، يعني هم كلش ميزه حلوه تصميم السدود هم بي، يعني تقدر سد اللي هو فولومتريك. هذا هنا أنا اذا عندك فد سقف او جدار بفتحات هم تقدر تصمم بيه. فهذن الاوامر، هذا هنا اذا عندك فقط بين بيم وجسر تريد تسلح فهذن الاوامر احنا اغلبيتها يعني ما يعني مو الاهم شيء، انا احنا عندنا الاهم شيء اللي هي البلدنج ديزاين والشيل ديزاين واللي هي 3 دي فريم ديزاين. هذا بالنسبه للذاتي نيو على الفايل نيو تدخل على هذا. بعد الفايل بي اللي هو الاوبن، اذا عندك ملف او عندك برنامج يعني فد بناية حافظتي تفتحها تروح على الاوبن بروجكت. السيف مثل اذا عندك تحفظ عندك في هذا الملف تعطيه سيف تحفظه. نجي هسه الى بعد ايش عندنا هنا بس خلنا نشوف احنا الاشعار، يعني الشات يعني هم يعني ما لحق هذا قلت لكم البرنامج يعني مو مال اظل اشعارات او الشات اظل اتابعهن، فاهم شيء انا عندي هم الشرح ضروري، المحاضره مسجله سواء مسجله بنفس البرنامج او انا عندي برنامج مسجله، فانت ان شاء الله لا تديرون بال اكو صوره واكو صوت عندي ومسجلين، تخلص المحاضره انزل لكم اياها سواء على اليوتيوب او على التليجرام تقدرون تراجعوها. وبالنسبه للدورات نحن قلنا راح نسويها مو يوميه بين يوم ويوم، فيعني اللي عنده مشكله ما صوت ما صوت فذني يعني ان شاء الله تجي الدوره يعني المحاضره كامله. فهسه قلنا الفايل السيف تحفظ اي ملف عندك تعطي سيف، سيف اس نفس خطوات اللي يعني تحفظه. شوف هنا انا هم بي اوامر، طبعا هذا بيهم اوامر كلش يعني تيجي تحفظه هذا البرنامج الملف، تيجي تحفظه روبوت، تيجي تحفظه دي اكس اف يعني مال اوتوكاد، تيجي تحفظه دي دبليو جي همين، يعني ذني كلش بميزة كلش ممتازة بانه سيف اس يعني مثل ما اوتوكاد سيف اس تقدر غير اصدار او تحفظه بغير شيء، هذا تقدر مثل الملف اللي عندك تقدر تحفظه سيف اي بلا يعني تحتاجه اخص بالاخص سيف اس اذا عندنا من راح يعطينا مقاطع بالتسليح
تحفظ السيف اس على مود دي دبليو جي دي اكس اف على مود عندي لما تطيق رسم ما تظل حاله تروح ترسم بالاوتوكاد تطلع تسليح وتروح ترسم بالاوتوكاد تسلح هذا هو يطيق المقطع كامل هو ورسمه وتفاصيل حديد بي هاي فيما يخص السيف اس الامبورت هذا كلش ضروري هاي الامبورت انت عندك بنايه يعني مو يعني عندك في الديزاين مال البنايه ورد اجيبه انزله بالروبوت وارسم بيه فتروح على الامبورت اما دي اكس اف او دي دبليو جي مجرد ما تجيب الدي اكس اف اللي هي راح ان شاء الله نشرحها بالمحاضره اذا لحقنا اليوم المحاضره السابق يعني القادمه ان شاء الله عندنا ملف اوتوكاد نجيبه ندخله ونرسمه البنايه بالروبوت هاي اذا تسوي في السكرين للشاشه هنا برينت ما برينت ذني همين يعني شلون يعني اوامر متعارف عليها الاديت اذا تريد تسوي همين كوبي كات بالنسبه للطوابق وما هاي بي رجوع هاي نا رجوع وما رجوع كات وكوبي بيست ديليت هنا مثل اذا عندك تقسيمات تريد مثل بي متقسم الى تقسيم تريد تسوي تقاطع تريد قطع ترم يعني نفس خطوات الاوتوكاد لان هو قلنا لكم هو مثل شركه اوتوديسك نفس خطوات الاوتوكاد والريبت الفيو اذا مثل تريد تسوي فد شيء مجسم زوم الى ما زوم هذني وتريد تسوي تدوير دوران ما دوران الديسبلاي ذني بعدين راح نرجع عليها الديسبلاي شلون يعني اذا ظهر ما ظهر الجريد جريدات تلزم الجريدات هنا تيبل في جدول هم شلون نسوي جدول هذه اهم ميزه واهم خاصيه برنامج الروبوت اللي هي الجيومتري جيومتري كلش ضروريه ومهمه هذه مختصه بعنصر كلش مهم الجيومتري ان شاء الله واضح عندكم يعني احنا ان شاء الله نظامنا يعني انا بالنسبه لي الدورات مالتي سواء اونلاين او مو اونلاين أنا هي محاضرة ساعتين يعني شوي على مود واحد ما يصير عنده ملل محاضرتنا إن شاء الله ساعتين ما سويت ثلاث ساعات ولا ثلاثة ولا اثنين ونص لا محاضرتنا ساعتين ناخذ أول يعني راح نبدي من التسعة للعشرة ناخذ محاضرة يعني ناخذ هاي الساعة ناخذ ريست عشر دقائق أو ربع ساعة يعني عشر دقائق ما يتجاوز الربع ساعة ريست اللي يروح مثل اللي يروح يقدر يغسل أو مثل اللي فد برنامج يعني عنده ضعف الانترنت او فناخذ ريست على مود واحد شوي ما يصير عنده فد ملل او شيء وهذه ورا ما العشر دقائق او مثل اذا واحد عنده سؤال راح يعني هاي الريست راح نتابع الشات والواحد اذا عنده سؤال ما سؤال نتناقش بيه فهذا نظام انا عمل بالنسبه للدورات اللي اعطيها سواء بالنقابه او خارج النقابه اعطي فد ريست عشر دقائق او ربع ساعه بالاخص هيش برامج سواء ريفيت روبوت اوتوكاد على مود شوية واحد يرست فللعشرة إن شاء الله ناخذ ريست عشرة إلى ربع ساعة عشر دقائق العفو إلى ربع ساعة وبعدها نرجع إن شاء الله للإهداعش فعلى مود أعطيكم هذا على مود واحد يرجع شوية سوى رفرش ما رفرش سوى حاسبته أو عدة شغلة يقضيها ويجي فهسه احنا وصلنا إلى الجيومتري قلنا اللي أهم شيء هو هذا الجيومتري هذا العلم وهذا القسم المهم كلش بالنسبة للروبوت هذا بي ستركتشر تايب زين هذا يطلع لك المنشأ مالتك ما منشأ على مود يبين عندك هذا ترجع عليها تطيب هسه عفوا الجيومتري قلنا بهذن الأوامر اللي كلش ضروريات ومهمات هذه الأكسس ديفينيشن هذه يخص تعريف المحاور اللي هو احنا قلناها الجريدات اللي هي مثل ما هنا شرحنا اللي هو بالفصل الثاني هاي لوحة البرنامج الأوامر لسه دا نشرحها احنا اللي هي من ضمنها شلون نرسم ونعرف الجريدات الجريد اللي هو احنا اللي هذا مثل ما موجود عندنا اللي هي الاكسس ديفينيشن فهذه من راح تدخل عليها راح يعطيك المحاور طبعا هذه اللي يختص بالجريدات اللي هي عندك اكس عفوا هنا شوي اللي هي عندك اكس
واي وزد. طبعا فيما يخص هنا أنا شوف ساعتكم هذه هنا أنا. هنا أنا عندي سلندر وعندي هذني الأوامر اللي موجودات عندكم. هذني أنا أختار هذا الكيرتنست هذه إذا عندي أشتغل في البناية عندي محاور إكس وواي وزد، يعني مو يعني أما مستطيلة أو مربعة أو فد شيء مو دائري أختار هذه الأمر. أما إذا عندي ووتر تانك أو عندي فد حوض دائري أو بناية فد دائرية وبيها فاستخدم اللي هي سلندر. ذني يعني أكثر شيء إحنا نستخدم اللي هو الأمر. هذا فقلنا بي اكس، طبعا جوا الاكس بي تي مثل رقم 1 2 3. الواي هم تدخل بي يعني اللي هو جريدات، هم شرح من راح ناخذ بنايه ان شاء الله راح نشرحها شلون نمثل الجريدات. تقدر مثل هم تغيرها تسوي اي بي سي. والزد اللي هي يخص بالطوابق ارتفاع الطابق اللي هي ممكن تسويها الفاليو او ديفاين او تعرف تعريف. طبعا شوي اعتذر الانترنت كلش ثقيل فدا يقطع الصورة. تمام بس اريد اعرف يا شباب بس خلي لان اكو بيوم دا يقول لي كلش ماكو. بس اريد اذا الصورة والصوت يعني رجاءً واضحات لو ما واضحات يعني شوية ضرورة انا عندي همشي يعني الشرح واحد يكون يشوفه وياي يعني مو يعني لازم هذا التطبيق واحد مثلي اما يفتح موبايله وحاسب تعلموا خطوه خطوه اذا يطبق. بس اذا واضحات عندكم ممكن اوكي واضح. انا كوبي يقول لي ما واضح كل شيء فما اعرف يعني صح احتمال الانترنت هي من ضعيف ماكو مشكله. تمام هسه احنا وين وصلنا؟ قلنا وصلنا للتعريف المحاور اللي هي الاكس والواي والزد. هسه للستوريز اللي قلنا احنا تعريف الطوابق اللي هي اهم كلش امر مهم. عندك بنايه هاي البنايه فتكون اربع طوابق. طبعا احنا ان شاء الله بنايتنا هذه اربع طوابق راح نرسم بنايه اربع طوابق ونبدا نحللها شلون راح نعرف لها اربع طوابق. فهاي الطوابق هنا أنا الامر ستوري يعني الطوابق. طبعا هم ان شاء الله من راح ناخذ البنايه راح نعرف شلون نعرف الطوابق. طبعا هاي الطوابق يقول لك هنا انا معرفها جرافيكال يعني ديفاين جرافيكال هو معرف لك اياها مطيق فد 6 متر مش يعني من عدى فد ارتفاع. لا انا مثل لا والله انا ما اريد ارد اعرف انا مانيوالي انا ارد اعرف عندي بنايه وعندي طوابق وطي ارتفاعات. طبعا هنا أنا الطابق هنا أنا عدد الطوابق هنا ارتفاع الطابق مثل انت عندك طابقين مثلا طابقين على 4 متر مثلا 4 تطيها عاد. طبعا هاي راح نشرحها بعدين على مود السرعه مثلا. وعندك مثلا طابقين على 3 مترات هم تطيها مثلا عاد. ذني راح يتعرفون عن من يعني على مود شلون تعرفون طوابق. هنا عدد الطوابق كم طابق عندي number of repeat ارتفاع يعني انا عندي طابقين مثل ارتفاع 3 متر الطيات مثل عندي 5 او 4 طوابق ارتفاع 3 هم اكتب 4 طوابق مثلا على او 2 او 3 او 3 ونص طيات. فهاي شلون تعرف طوابق. هنا انا اللي هو اما اكيد يعني ارقام ستوري ستوري 1 ستوري 2 ستوري 3 يعني يعطيك اياها او الديفاين هذه اذا مثل يعطيك اياها ليفلات مثل موجب 3 0 موجب 3 موجب 6 موجب 9 وهيك. فهذه فيما يخص الامر للستوريز. النوز هذا اللي بعدين من عندك مثل نقاط ما نقاط يعني من راح تسوي الاناليسيس تحليل راح يعطيك يقول لك مثل اكو نود منفصله اكو نود هذه لازم تروح تمسحها وتحذفها. البار هذني البارز والبانلز والاوبجكت هذني البارز هاي اكثر شيء راح نختار نحتاجها بالستيل ستراكشر يعني سواء بالمقاطع الحديديه نستخدم البار على مود نقدر نعرف لان صراحه من راح اروح على الكونكريت. هنا البار يعني شوف الشان عندي هنا كولومات عندي بيم
بينما بالانجلستي لا، راح تلقى هنا ما موجودات ذني الاوامر، مثل على البار وتعرف. البنال قلنا تعرف بيه اللي هي هنا عندما راح افتح هاي الامر البنال، يعني تختص بالسقف سلاب ما سلاب. الاوبجكت تريد مثل ترسم عندك فد جسر، العفو مثل عندك بيم قوس، مثل تختار الامر تروح ترسم وبعدين تعطي خصائص، او مثل دائري عندك مثل حوض، او عندك فد شيء بنايه دائريه تختار سيركل شلون ترسمها وبعدين تعطيها، او مثل عندك يعني مسبح، او مثل عندك شير وول مستطيل او دائري، فممكن تستخدم هذا بالاوبجكت وبعدين تعطي الخصائص مالته شنو هذا الاوبجكت. فهنا لان اوامر موجوده بالاوبجكت، او اذا عندك مثل اسطوانه هذا اللي لان الاوامر اللي هي السلندر والسيركل، لان اكثر شيء راح تحتاج يعني تحتاجه اكثر شيء بالووتر تانك، من راح يعني واحد ان شاء الله اذا صادنا فد وقت ان شاء الله اعطيكم فد حتى لو فد نبضه ورؤوس اقلام عن الووتر تانك شلون نصمم ووتر تانك. زين هذا الستركتشر. هذا هنا طبعا يختص بال هنا طبعا بمكتبه وما مكتبه، يعني بأوامر بين ما تحتاجون. يعني هنا انا بشوف هنا عندنا كولوم وبيم وول فلور، لا سوى فتحه بالسقف او بالوول. الكلايدنج هاي راح نحتاج الكلايدنج اذا مثل عندك مرات احنا احمال الرياح كوبيهم احمال الرياح جانبيه، اذا بالاخص مثل اذا عندنا السراديب يعني بالفنادق او بالمولات يصير اندر جراوند جوا يعني الطابق اسفل الطابق الارضي، فصير بي منا ومنا في الجوانب يعني في الوول، فهذه لازم تعرض لك كلايدنج على مود الرياح ما رياح فاهم نحتاج، او الكلايدنج نحتاجه اذا مثل الجملونات جملون هم بي مثل قلب جملون البوتر فريم، او مثل بنايه حديد بيها فد جدران محيطه بها تعرضها يعني تعرفها الكلايدنج، يعني قد يكون مثل سندويش بنال او فد بلوك يعني تسوي بكلايدنج. هذان البيم والفلور والوول طبعا موجودات هنا، أنا موجودات عندنا هنا موجوده هسه راح اشرح لكم. يعني الماتريال اذا تدخل فد ماده جديده طبعا اكو ستيل، هذا الستيل مثل بي انواع الستيل اللي هي شوف احنا عندنا اس 275 مقاومه الاف واي 275، عندنا مثل 355 اس 460، فذني خص يعني الماتيريال الماده هاي اللي هو مال البرنامج منزعم دخلك اياها اللي متعارف عليها. كونكريت هذني لسان الموجودات عندي هسه، يعني بس من ادخل فد ماتيريال جديد راح يظهر لي هنا أنا. فهاي الامر مال الماتيريال. البروبرتيز انت راح نحتاج يعني مرات خصائص يعني ذن الاوامر نحتاجها بعدين ان شاء الله بالشرح اذا ناخذ بنايه. السبورت اذا عندي بنايه اسس سواء قواعد او سواء اسس شريطيه لازم نسوي السبورت، اما فيكست اوبن هذا اللي هم راح نعرف عليه، يعني طبعا هم موجود السبورت هنا. اللود بعدين راح نتعرف شلون نضيف الاحمال تايب لود، طبعا هسه هنا اذا تلاحظون فد شيء امر هنا موجود يقول لك الريزلت الاف اي ام نون، يعني ها شنو معناها؟ هاي معناها انا عندي هسه كل شيء ما راسم وكل شيء ما مصمم، فالمحصله والريزلت كل شيء ماكو يعني ما معرفه. بس من راح نبدي من راح ان شاء الله نبدي البنايه نصمم بنايه ومن راح نطينا تعطي نتاج لا راح تتغير، تشوفون هذا الريزلت راح تصير لا ما يعطيك اياه اكو الى قيمه او ما تطلع لك النون. ان شاء الله يكون صوت وصوره واضح، اذا واضح خلي واحد يكتب تام او رقم واحد. واضح ان شاء الله الصوره والصوت، ما اعرف اذا احد يعني مودي يجاوبنا ماكو ان شاء الله. تمام يعني ان شاء الله ماكو مشكله. اوكي فاحنا هسه قلنا اللود ما لود تايب مثلا، بعدين من راح البنايه نبدا نرسمها ونصممها راح نضيف عليه انواع الاحمال اللي عندنا. طبعا هناك الويند احمال الرياح
يعني صقيع جريد ما جريد هميا. احنا ذني بعدين هم اوامر ذني كل ان شاء الله راح نشرحها اذا يعني موجودات عندنا، لان على اساس هاي من راح نبدا نحلل تحليل، من راح نكمل البنايه، من ندخل احمال ما احمال، نعرف المقاطع، نروح على الاساس الريزولت. هذه هسه انا كل شيء ما عندي، هذه لا مصمم ولا محلل، فالريزولت تطلع لي كلها متوقفه. من راح اكمل بنايه واحلل واطي انلاز واطي كالكوليشن، راح تطلع لي النتائج اللي هي من عندها راح ادقق وتشيك الديسبليسمنت، المومنت، الشير ستراس، البيرن كاباسيتي، سوال بيرن كاباسيتي، لان كل راح اشيكهن واطلع مثل المخطط البيندنج مومنت دايجرام لان اذا يعني نحتاجهن، فعن طريق الريزلت. الديزاين من كمل التحليل وطيته كالكوليشن، اروح الى مرحله الديزاين اللي هي اروح اصمم اوجد حديد التسليح سواء بالبيم او بالسقف او بالسلاب او بالفاونديشن او بالشير وول. هذه الديزاين طبعا هو هم اعطيكم اياها هنا اهم اوامر. هسه بعدين راح نرجع للتولز الاد الاي ان اس، طبعا هذا كلش اكو بيهم يعني هسه يعني مصممين الروبوت، هذه الامر يعني ما متعمقين بيه. طبعا هذا راح يفيدكم كلش كلش يفيدكم وبدقه وبسرعه بالتصميم ورسم البوتر فريم الجملونات، يعطيك اياه بالدقه بالمضبوط وما بي اي ايرور. بينما انت اذا تروح ترسم بايدك رسم يعني هنا ترسمه بالبرنامج البوتر فريم، وراح تدخل البيم وتدخل الرافترات وتدخل المقاطع الاي سكشن الاتش بي، راح تصير من تسوي كالكوليشن تطلع لك ايرور او شيء. بينما هذا الامر اللي هو هسه هذا راح نختاره، هذا راح ادخل لكم عليه، شوية الحاسبة راح تبني هذا. شوفوا هذا يعطيك شلون تصمم البوتر فريم الجملونات بدقة 100% بدون أي إرر. هو مطيك أوامر، هذين الأوامر تدخل من عندك أبعاد ما أبعاد، لود ما لود، كرين عندك ما عندك كرين، فوول عندك بالأطراف ما عندك، ذن كلهن يعني هذا الأمر كلش أغلبية المصممين ما يتدخل يعني ما يتعمقون، يروحون يرسموه بالروبوت. بينما هذا أمر كلش بسيط هم اللي هي موجودة بالآد الاي ان اس. الويندوز الويندو هاي يعني احنا لنا اوامر يعني مو ضروري عندنا بالنسبه للبرنامج. نرجع على هسه احنا اللي هو تعرفنا على لوحه البرنامج والاوامر بيها، وهسه وطوابق شلون نعرف الطوابق همين، وراح نشرح اكثر شيء بتعريف الطوابق ورسم الجريدات ان شاء الله من راح نطي ونرسم بناية راح بعد نتعمق بها أكثر، وراح يصير عندكم كل ما يعني ترسموا دني بعد أنتوا يصير عندكم يعني شيء كلش بسيط. هسه عندي أهم شغلة، عندي أهم شغلة اللي هي كيفية ضبط إعدادات البرنامج. أهم شغلة قلنا بالروبوت هي تضبط الوحدات، تيار وحدات تشتغل متر بالفوت بالطن بالكيلو نيوتن، يا كود الامريكي الاي سي اي كود، الكود البريطاني، الكود المصري، الكود الهندي، الكود الامريكي العفو التركي الاوروبي، ذني كلش ضروريه هذه الخطوه. راح نروح هسه على ضبط الوحدات، هذه كلش انتبهوا لها وكلش ضروريه. اغلبيه او اذا مو 90% او 95% من اللي يشتغلون على الروبوت يصير عندهم مشاكل، وإذا تظهر عندهم مشاكل أقوم بحد يراسلوني مثل من يروحون يصممون يحللون بالأخص مثل أحمال الزلازل أو المقاطع بالتسليح، أصلهم مشكلة لأن الوحدات أو الإعدادات ما ضابطة بشكل صحيح. أقوم مثل يطلع له بالفوت الدايمنشن، أقوم مثل ما يطلع له التسليح الأقطار. فهذه شغلة جدا جدا ضرورية ومهمة اللي هي ضبط وحدات البرنامج. راح ندخل على ضبط وحدات البرنامج، نروح على التولز. طبعا هذه اهم شيء عندنا بها بالبرنامج اللي هي
جيومتري والتولز، اهم شغلتين برنامج الروبوت. ذن يعني من الشغل اللي تشتغلوا بيه، بعد انتم تصير عندكم في الشيء متعارف يعني بدون لا تصير عندكم صعوبه. هذه بها دايمنشن لاين، طبعا اكو شغله ما شرحت لكم اياها، يعني اذا تلاحظون هذه يعني اللي هي 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30. طبعا هذه مقسم لك اياها هو على كل 5 5 متر، يعني من راح تجي هنا واحد يعني مقسم لك اياها بحيث من راح تجي تحسبها يعني من روح الدايمنشن، ومسوي لك تقسيمات مقسم لك كل 10 هنا عفوا كل 10 يعني سنتيم 10 هاي هنا 5 10 15، فهو بادي مقسم لك اياها تقسيمات. هاي طبعا الاعدادات هم نقدر شلون نتعرف بيها، بس هذا انتم ما تهمكم يعني ال 10 وال 15 لان ما راح تحتاجوها بشكل ضروري. فالتول قلنا هذه الدايمنشن عندك مثل سميت بنايه وتريد تشوف ابعادها، يعني جبت من الريفت الريفت او جبت من الاوتوكاد مخطط نزلته بالبرنامج، تريد تشوف الوحدات مالته صحيح يعني بالمتر مثل 4 متر صح، فتروح مثل عد دايمنشن وبيه هذه اذا مثل عندك لاين مستقيم مايل زاويه قطر نصف قطر، هذه موجودات كل الاوامر هنا موجودات عندكم. زين هذه سناب سيتنج، هذه تحتاجوها شلون الاوتوكاد، الاوتوكاد بي اذا تلاحظون بي الاو سناب يعني من مؤشر مرات مثل تطلع لك انترسكشن او ميد بوينت او نقطه ومربع، هذه السناب سيتنج همين همين تحتاجوها جدا ضروريه. اذا مثل من راح تجيب المخطط اوتوكاد يعني تلغي مثل الجريد والستركتشر على مود تبدي انت براحتك تخلي نقاط او ترسم براحتك جريدات، هنا اذا تجيب نقطه من المنتصف نفس الاوتوكاد اوامره نقطه بالنهايه، فذني همين اوامر مال بالسناب سيتنج. بس ان شاء الله ما عندكم مشكله بالصوت والصوره. انا يعني هم لازم هم اتابع وياكم، خاف تروح صوره صوت ان شاء الله ماكو. اوكي ماكو مشكله، اذا ماكو مشكله خلي احد اوكي هسه. طبعا هسه كوي قال لي هسه يمكن شفت واحده من الزميلات قالت الاوتوكاد يعني صعب اصعب من عفوا اسهل من الروبوت. طبعا الاوتوكاد واحد هذاك رسم هذا تصميم، ففرق بين الديزاين والدراونج. هسه راح نرجع نجي اهم شيء من هذا النش، طبعا هاي هم بيحاسبه تحسب يدويه وما يدويه. هاي هنا اذا السويل لان ما راح نحتاجين يعني كوبين مطينا اوامر، بس هذين الاوامر ما راح نستخدمها هنا، نستخدمها يمكن يعني داخل البنايه من اوامر غير هاي الاوامر يعني بسهوله والمتعارف عليها. فهسه لاني اتهمني بالتولز، الشيء اللي يهمني بالتولز اللي هن شغلتين البرفيرنس والجوب برفيرنس، اهم شغله بالتول هذني والاهم من عندن اللي هي جوب برفيرنس، لاني شغله ضروريه راح نشرح اول مره البرفيرنس ندخل عليها. هذه شنو هي؟ زين هذه مثل الاوتوكاد يعني شلون، بس خلي شوية تحمل شوية الصورة راحت. طبعا شوية اعتذر يعني لود كلش. زين هذه مثل الاوتوكاد شلون يعني، عند الاوتوكاد مثل اريد اخلي الصفحة مالت الواجهة بيها خطوط مربعات ما مربعات، اريد اللوحة مالت الواجهة خليها بالوان مثل لون احمر ازرق، اقلل اسوي لون اسود لون ابيض الواجهه مالتي، يعني هاي مختصه بالاوبشن مال اللوحه مال الشاشه او الواجهه مال البرنامج. الشغله اول شيء بيها اللانجوج وحدات، بيها وحدات يعني احنا مثلا نشتغل وحدات الامريكيه بالانجليزي،
اكو يعني مثل باقي الدول مثل استراليا فرنسي، مثل واحد يشتغل تايلندي لغة هندي. فهذا قلنا برنامج عالمي، اذا تلاحظون كل لغات العالم مطيها، كل لغات العالم موجودة اللي هم يستخدمون البرنامج، الياباني الصيني التركي الاوكراني الروسي الاسباني، كل هذني لغات موجودة. فباللانجوج يعني بالبرفيرنس، هاي الاول اللوحة المهمة اللي هي ضبط الوحدات. هنا أنا اللغة مال العمل مالتك انجليزي، فهذني همين يعني ذني ما تلعب به، لان هو مضبط لك اياها البرنامج. ويعني وقت بس اللي مثل يعني بما هو حاط لك لغة انجليزية، لان اللغة الانجليزية اعتبارها بشكل عامية، اي شخص يعني باي دولة يقدر يتكلم الانجليزية. هذه البراميتر، هذه هنا مثل تريد، يعني هنا اللي بالبداية قلنا تريد مثل ايش قد لوحة صفحة الشاشة، يعني من راح تحفظ البرنامج، من راح تطلع من البرنامج راح يطلع لك اللي قلت لكم اياه ذني الراسمين الاني، مثل ايش قد تريد ينطلعن، ثلاثة أربعة تريد ولا واحد، يعني بس مجرد بس اللي مال اللوحة مالتي اللي هي قلنا البلدق ديزاين والشيل ديزاين. تريد مثل شوك شي حفظته ينحفظ، اخر شي يروح لي ذني، يخصا العدد اللي انت الستراكشر المنشأ اللي حفظته يجي يم صفحة الشاشة. الاكتف هذني اللي خصا بالعنده وما عنده، يعني الاوبشنات يعني رجوع ما رجوع، يعني ذني يعني انا افضل هنا الاوتوماتيك سيف، يعني يعني المدة مال الحفظ ايش قد، والاوتوماتيك مثل 10 دقائق 7 دقائق دقيقة. هنا الكالكوليتر يعني انا ذني يعني دائما نوصي بانه ما حد يتلاعب هذني، لان يعني هو مضبط الكيان، بس ممكن تتلاعب المده او عدد ذني اللي تحفظهن. هاي الفيو مثل تريد الاوبن الجرافيك اللي هي مثل تكبر الشاشه تصغرها. هذه الديسكتوب سيتنج اللي قلنا عليها، شلون تغير اللون مال الشاشه، مثل تخليه لون ازرق او لون احمر مثل حسب اللي انت تريده. فانت ذني يعني انا افضل ها هنا مثل تي تخلي نقاط، قلنا شلون من نودز او مشينج، بشكل مشينج مربعات مستطيلات، فذني يعني افضل احد يلعب بهن. زين هنا أنا المين بار اللي هنا ذني السطح اللي جوه اللي يخص هذني، هنا أنا هو مقسم الكيان ومعطي كيان، هذني يختصن وين؟ هذني من اللوحة مالتي اللي هي شلون احنا مثل عندنا شوب دراونج. الشوب دراونج شو يعطيك بيه تفاصيل مثل مقطع، هذا المقطع مثل تريد بي الدراونج مالتك، يعني بتفصيل التفصيل مالتك التسليح عدد وسبيسنج يعني مسافات وابعاد. هاي فيما يخص يعني البرنت اوت باراميترز، هو من هنا موضح لكم يا تفاصيل هذا. شوف رقم واحد رقم اثنين، هذا السمبل مالتك مال دايمنشن، مثل شو تريد انت سهم نقطة خط، يعني هاي المتعارف عليها. فهاي انت ما يعني ما حد يعني ما انت لاعبت بيها. طبعا الستاندرد انت تقدر شو تسوي، تقدر شو تسوي هذا الستاندرد ممكن انت تسميه باسمك تحفظه وتظل حافظه، كل ما تفتح طبعا شوية اللود يعني كلش لود على البرنامج، فدي يرست يرجع دي يرست يرجع. بس ان شوية على ما يرجع زين كلش لود عليه، اعتقد يعني عدد كلش هواي داخل على البرنامج وانترنت طبعا ضعيف. اي فهذه ممكن تسميها باسمك مثل ENG علي، فانت يعني ممكن تعطيها مثل اكسبت تحفظها او تعوفها على السندر هو المطيك اياها. فهذه ما يخص التول اللي هي البرفيرنس اللي هي يختص بالديسكتوب اللي تعدك ابعاد ما ابعاد لون الشاشه.
هسه راح ناخذ ريست مدة 10 دقائق إلى 12 دقيقة، ونرجع نكمل نضبط الوحدات والكودات. فعلى مود يعني ياخذون قسم عندهم شوية ريست استراحة، مثل على مود خاف برنامجه علق أو حاسبته، أو مثلا إنترنت ضعيف يمه، أو مثل واحد عنده في الشغلة وراح مثل يشرب ماء أو شيء ثاني. يعني هاي طبيعتي بالقطاع المحاضرات، أعطي ريست لمدة 10 دقائق أو 12 دقيقة وبالزايد 15 دقيقة، على مود هم واحد شوية ريفريش يدي له شغلة ويجي، أو عنده سؤال إذا يريد يسأل. فإن شاء الله هسه ما عندكم مشكلة، 15 دقيقة ولا يهمكم، 15 دقيقة ونرجع. يعني هسه بالعشرة إلا 3 دقائق، يعني إن شاء الله بالعشرة وربع، هسه بالعشرة إلا بالعشرة وربع إن شاء الله نكمل. بس أنا راح أعوف هسه مفتوح، مفتوح هسه اللي عندي سطح الشاشة والبرنامج مفتوح، فهسه أي واحد مثل عنده مشكلة، إذا واحد عنده شغلة ما عندنا مشكلة، بس احنا راح نتوقف لنا ربع ساعة ونرجع نكمل. فاللي براحته اللي عنده سؤال يريد يكمل ماكو مشكلة، انا راح اوقف هسه المنصة مفتوحة. براحتكم اللي عنده خلي براحته ماكو مشكلة. انا إذا أحد عنده سؤال شيء خليه يسأل على الشات، أنا دا أتابعكم، بس ما راح أستنطي المحاضرة، قلنا 10 دقائق ربع ساعة ونرجع. أحد عنده اعتراض على الريست؟ لو نكمل، يعني أنا على مودكم، يعني إذا ما تردون ريست نكمل إحنا، خاف مثل أحد يقول لك لا وقت. إذا ما حد عنده اعتراض على الريست أوكي، نعد إن شاء الله 10 دقائق ربع ساعة ونرجع. بس كون احد يجاوب، عندكم اعتراض على الريست لو ما اكو اعتراض؟
Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 110 participants in the conference. The recording started. Please announce yourself. Thank you.
كو حد يسمعني الصورة والصوت زين واضح هسه؟ اه تمام ماكو مشكلة هسه اوكي. يعني هسه العدة صورة وصوت واضحات ماكو تشويش اوكي ماكو مشكلة، يعني خلي يكتبوا لنا واحد او اثنين على مود نعرف ان شاء الله ماكو مشكلة، لان ان شاء الله فد شوي ونبلش. تمام ان شاء الله، يعني صورة وصوت ماكو مشكلة عندكم بهن. ان شاء الله يعني بالعشرة وربع ان شاء الله نبلش، خاف اكو حد راح وبعده ما جاي.
هسه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم راح هسه ان شاء الله نبلش راح ان شاء الله نبلش نكمل اذا يعني كحد يعني هسه ان شاء الله واضحتكم صورة وصوت ماكو مشكلة ان شاء الله ماكو مشكلة تمام يعني كل هسه الكل واضح ان شاء الله نبلش هسه ماكو مشكلة لان شوي راحنا عن وقتنا يلا ان شاء الله راح نبلش هسه بس اريد يا ولد ان شاء الله اي واحد هسه ما عنده مشكلة بعد صورة وصوت سويناهن اوكي يا الله بسم الله هسه نرجع قلنا احنا اخر شيء وصلنا خلني بس نشوف الشير مشغلين ان شاء الله اللي صوت انا مود ما انسى ايه هسه وصلنا قلنا اهم شيء بالبرنامج الروبوت اللي هن ضروريات كلش الجيومتري اللي هي تدخل مناطق من حيث المقاطع ما مقاطع الشغلة الثانية هسه قلنا بالتولز اللي هي شلون احنا قلنا اهم شغلتين بالتولز اللي هي بريفيرنس والجوب بريفيرنس البريفيرنس عرفنا ان شنو فائدتها قلنا مثل تغير بالشاشة لون الشاشة الضبط مال الشاشة بحيث ان الارقام يعني تغير بحجمهن فهذا البريفيرنس او بها اللغة تغير اللغة مع لغة لغة الكتاب لغة العمل اللي تشتغل بيها هاي الفيرنس الجوب الفيرنس هذه الضرورية كلش فهسه يعني أتمنى يكون الكل يعني ينتبه لهاي الشغلة فهسه يكون الكل يعني بس راح أقول لكم الكل إن شاء الله هسه ما عنده مشكلة على مود أبلش فيها هذه ماكو مشكلة هسه نبلش فيها لأن هاي الشغلة كلش ضرورية الكل يعني خلي يحط باله بهاي الفقرة هسه هذه الجوب فيرنس شوف هسه انا شو مسوي حافظ فد فورمه الي حافظها مسوي اعدادات بيها هاي الاعدادات مضبطها بحيث اي برن اي ملف او اي بناية من اجي اشتغلها ما اروح اظل اسوي اعدادات من جديد لا اروح مثل اني حافظ مثل لان كل المحفوظات اروح مثل يابا اني وين حافظ بيا اسم مثل اي ان جي علي اروح على هذه هاي انا حاط له فورمه مضبط عليها وحدات مضبط عليها كود فمجرد ما اروح على هذه واطيه اوكي يشتغل لي على الاعدادات اللي اني مخليها او مثل هسه انتو كل شي ما عندكم انتو راح تطلع لكم ديفولت كل شي ماكو انت راح هسه تبلش اي واحد بيكم من هسه كود يعني قدامه الحاسبه ويا ريت يعني يطبق هسه يشوف قدامي يعني يحط يفتح الجوب فيرنس فهسه يكون اتمنى منه الموجودين سواء اللي يسمعون ان شاء الله ما عندكم مشكلة او الصوت فبس افتحوا شوفوا هاي الجوب الفيرنس وراح انا افتحها وشوفوا المقارنات اللي هو لان هو البرنامج مضبط لك يعني فد اكو بين السندرات مخلي لك اياها اكو بين لا انت تدخل السندرات فهسه ان شاء الله راح نبلش بيها الجوب الفيرنس عندك اليونت اند الفورمز هذه اللي هي الوحدات اللي انت راح تستخدمها هل هي مترك او امبيريال وحدات مترية لو وحدات انجو فوت او ما فوت فانت يعني تقول له يعني مترك انا لسه مضبط عن مترك انت تستخدم وحدات المتر الوحدات المتر نجي على الابعاد
هاي كلش ضرورية. هاي طبعا كل واحد كل مصمم وبكيف يخلي يعني هاي الوحدات، كيف يخلي ابعاد المقطع، بكيف يخلي ابعاد المنشأ، بكيف يخلي الخصائص، ابعاد الخصائص مال التسليح مال القطر. فاحنا نسال الستركتشر دايمنشن ابعاد المقطع، يعني بابعاد بين كولوم وكولوم او بابعاد بنايه. طبعا احنا دائما نحطها بالمتر، يعني مثل بين كولوم كولوم 3 متر 4 متر 5 متر، فبالمتر. هاي دا تلاحظون هذه البوينت 1 البوينت 1 البوينت 1 هذني ما بعد الفارزه، يعني هذه كل يعني احنا نقول عليها الدقه، يعني ما بعد الفارزه الدقه. فهذه يعني كل واحد ويضبطها، مثل يقول انا اريد الدقه مثل اريدها بفد فارستين او 3 فوارز. فهذه ابعاد المقطع انا مستخدمه بالمتر، انت تقدر تخليها بالسنتيم بالفوت بالانج بالمليم، فانت مخير. نجي السكشن، من راح تاخذ مقطع بالسوا بالكولوم عمود، تريد شنو بيه من بوحدات، متر مليمتر سنتيمتر، هم نعطيك هو فوت انج، وهذه ممكن نسويها فد هم فارستين او فارزة. السكشن بروبرتيز كذلك همين، يعني الخصائص مالتك البروبرتيز شنو همين بالمليم. طبعا انتو دائما يبقى بعد حسب هو المصمم يرتاح الوحدات. انا دائما استخدم هاي الوحدات اللي هن يعني السهوله وتعطيك، يعني احنا متعودين عليها. مثل ما راح تجي اذا تحطها مثل الابعاد المقطع او السكشن بالمتر، جزء راح تحط متعودين احنا 200 مليم 300 مليم 400 مليم، جزء تحطها 200 وهي انت حاطه بالمتر، فطلع لك فد ايرور كلش عالي بالخطا. فذني انتبه له واحد، ذني ضروريات. عندك الستيل مال الستيل كونكشن، يعني من حيث الوحدات من حيث المقاطع، ما مقاطع بالستيل طبعا هو متعارف عليه بالملي، ممكن تهم بالانج بالفوت بالمتر سنتيمتر، ممكن هم طيفة فارستين او فارز، طبعا انت مخير. فممكن فارستين. الدايميتر اوف بار متعارف طبعا، قطر التسليح بالملي، انا ما اعتقد يخلوه بالسنتيمتر، فبالمليمتر. الرينفورسمنت حن يعني الاريا انفورسمنت اوف اريا مسألة حديد التسليح، متعارف عليه بالمليمتر، ممكن انت تخليه سنتيمتر مربع، فوت مربع، انج مربع، متر مربع، انت مخير. بس هذني كستندرات. الكراك بالمليم اكو بيهم او بالسنتيم، اما عندنا هم مشكلة ممكن نخليه فارستين. هسه الحد هذه تمام، طبقتوا شفتوا اكو فرق، اكو يعني ستو يعني هسه اكو واحد شاف يعني اكو فرق بال يعني التغييرات. صورة وصوت واضح ان شاء الله. اكو حد عنده مشكلة هسه، ما واضح عنده صوت، ما واضحة صورة، ما واضحة الصورة، مو مشكلة، يعني احتمال عندك الانترنت هسه وان حتى ده يقطع، بس الاغلب يعني الاغلب عندكم واضحة ماكو مشكلة. زين شفتوا الفرق، يعني ست من حطيتوا جوب فيرنس من فتحتوا الدايمنشن شفتوا اكو فرق بين. اوكي هسه كملنا الدايمنشن، كملنا الوحدات، يعني الوحدات من حيث المقطع وما مقطع كملناها. تجي وراها عندنا الفورس، طبعا قوة ما قوة، نيوتن، عندك عزم مع عزم، هذني هم يعطيك وحدات. الفورس المتعارف عليها القوة احنا ندخلها بالكيلو نيوتن، انت بعد مخير ممكن تخليها بالكيبس بالميجا باسكال نيوتن بالطن، ماكو مشكلة هم انت، بس احنا عادة احنا نخليها بالكيلو نيوتن وهم الفارستين، لان احنا دائما المومنت كيلو نيوتن بالمتر. زين المومنت كيلو نيوتن في متر، يعني انت مثل اذا هنا استخدمت طن او نيوتن، المومنت لازم يصير نيوتن في متر، هنا خلي نيوتن بمتر ستعطي اوكي، تغير صارت نيوتن في متر او طن، يعني القوة اذا خليتها طن
المومنت طن في متر، المومنت تتغير. فأنا مستخدم كيلو نيوتن، فأرجع أخليها كيلو نيوتن فورس يونت في متر، لأن العزم قوة في المسافة يعطينا العزم. هذه المومنت. هسه نغيرها، نسويها هنا أنا كيلو نيوتن في متر. استتراس الجهاد ميجا باسكال على المتر مربع. ليش متر؟ انت ليش متر مربع؟ لان انت عندك كيلو نيوتن في متر، فالميجا باسكال كيلو نيوتن من الميجا باسكال كيلو نيوتن على المتر مربع. تقدر ممكن تسويها طن. هاي اكثر شيء راح تحتاجوها اذا بيرن كاباستي قابل تحمل التربه، انت تدخلها بالطن ما تدخلها بالكيلو نيوتن. تقدر مثل ما تخليها بالطن وتغير. فهذه همين السترس، همين شوف حاط لك فت فاستين. هذه الفورس قوة، ذني شغلات جدا ضرورية. يعني المشاكل اللي تظهر عند المهندسين خصوصا بالروبوت، يعني مو هو البرنامج خطأ، الضبط بإعداداته بالمدخلات خطأ دي يدخلوها، بحيث تطلع لهم نتائج قد تكون بعيدة عن اللي أو فد عن الموجود بالإدارة اللي يدقق بيده. فذني ضروريات أهم شغلة اللي هي الإعدادات بالإعدادات بالبرنامج، أي برنامج خاصة تصميم تحليل إنشائي الشيء الأساسي به هو الإعدادات. الأذر أخرى displacement. displacement أنا عادة أستخدمها بالمليمتر، تقدر تبي بالسنتيم، تقدر تبي بالمتر بالفوت، فأنت ماكو مخير. ممكن خليه فت فارستين. الأنجل الزاوية مالتك مال الدوران، يعني انت بالدقري احنا عادة مثل 90 درجة 45 درجة. تقدر تمثل الجريد اذا او الرادية او نسبة مئوية، هم دقري ثابتة هي. الانجل روتيشن ريزولت مع المحصلة، يعني تخلوها مثل ما موجودة هي، يعني كون مضبطك يعني هم خليها فد فارستين. الدرجة حرارة طبعا اكو فارنهايت اكو لا شو اسمه، فاحنا نستخدمها درجة حرارة سيريزية. الويت وزن كيلو غرام، تريد تكبس طن نيوتن فانت مخير. الكتلة كذلك كيلو غرام. استش عندنا هنا أنا بعد ما عندنا تفل شي بعد، دني إذا تلاحظون أنتوا فاتحين برنامج جديد دني راح تلقون فد أكو تغير، يعني يجوز هو حاطب غير وحدات. فدني الأذر عندنا دني مهم لازم اليونت الاديشنال عندك هنا مثل اللينث بالمتر، الفورس بالنيوتن، الكتلة بالكيلو غرام. دني الكوفيشن معاملات عندني تلعبون بهن، يعني هو مضبط لكم إياهن. هسه لحد هذه تمام، لحد هذه انا عم احاول شويه شرحي يكون يعني ما يصير سريع على مود. صوره ماكو هسه، انا اشوف هسه صوره موجوده عدو صوت واضحه، يعني اعتقد صوره صوت واضحه، لان انا هسه وياكم دا اتابع من الموبايل دا اشوف هسه صوره صوت واضحه. طب هسه لينا تقريبا ما عندكم مشكله، يعني صارتكم فد يعني فتخيل عن البرنامج. واحنا اذا نرجع قلنا لكم على اللي الفصل الثاني قلنا شلون المدخلات مع المخرجات تعرف الطوابق. هذه اللي قلت لكم اهم شيء، هذه يعني احنا دا نمشي على انا دمشي على وفق منهاج اللي يعني ما مثل ما اضل اطفر، هذا امشي على المنهاج على مود يصير لكم فد صورة واضحة ما مثل اطفر. انا خاصة يعني بدورات اللي اعطيها اعطيها يكون استحقاق ومثل ما نقول نوصل الفكرة اكثر، ما نبخل ان شاء الله عليكم باي معلومة نقدر نوصلكم اياها ما نبخل ان شاء الله عليكم. فحاول اعطيكم قدر يعني انا ما اللي افتهمه وانا اللي ان شاء الله اوصلكم فكرة له، فان شاء الله ما نبخل عليكم. الدايمنشن نرجع على الدايمنشن، هذه الدايمنشن انت عندك ابعاد المنشأ وعندك ابعاد المقطع وخصائص المقطع وقطر الحديد التسليح
ورينفورسمنت مساحة مع حديد تسليح والكراك. هذني انت مخير، ابعاد المقطع ممكن تسوي بالمتر بالفوت بالسنتيم، انت مخير بالمليم، بس هي متعارف دائما ابعاد المقطع يعني ماشي عندنا متر. السكشن برو السكشن مال ابعاد، عفوا ابعاد المنشأ متعارف عندنا بالمتر، ابعاد المقطع متعارف عندنا بالسنتيم بالمليم، تقدر مخير تخليها سنتيمتر مليم يعني فوت انش، فما عندك مشكلة. الخصائص بالمليم، هاي مال الستيل، الستيل دائما دا احنا نتعامل بالستيل بالمليمتر من حيث ثيكنس ما ثيكنس اللينث الكثافة المساحة مالته طولة في بالمليم. الدايميتر اوف بار همين متعارف عليها، قطر حديد تسليح ماكو اقول لك مثل قطر حديد تسليح مثل 0.2 متر، لا مليم 16 مليم 5 مليم، او متعارف مثل انج 3 ارباع انج يعني اما انج او مليم يعني قطر. الحديد المساحة كذلك بالمليم او بالانج او انج مربع او سنتيمتر مربع. الكراك ما تعارف عليه بالمليم. هاي فيما يخص يعني احد الاخوان سان قال بس اعادة سريعة على الوحدات الدايمنشن الابعاد. ان شاء الله ماكو مشكلة، نكمل. صورة واقفة، لا صورة زينة يعني انا اشوفها. اوكي على الاذر، نرجع على الاذر. الاذر اللي هي بها displacement وبها زاوية الدوران تدوير مال عندك وبها درجة الحرارة كثافة الكتلة الوزن، لان انت يعني لاني حسب اللي انا موجودات خليه لان يعني تقريبا الستاندرد نشتغل احنا عليه. تبقى انت مصمم تريد تخلي من يمك فد اعدادات ومعطيك خيارات تقدر تشتغل عليها، بس هي متعارف يعني درجة حرارة سيليزية، الوزن بالكيلوغرام، الكتلة بالكيلوغرام، درجة التدوير الدوران مال الداتا بالدجري درجة. الديسبليسمنت ممكن تخلي بالسنتيم ماكو مشكلة عادي، لان هي مسموح هنا سنتيم ونص، ممكن اخليها بالسنتيم او بالمليم فماكو مشكلة بيها. هاي فيما يخص احد الاخوان سأل الاذرز شنو المال فورس. دني ان شاء الله هسه راح اكمل هذه، راح ان شاء الله ما عندنا شيء، احنا راح اكمل لكم اللي هن مال التولز، واي واحد عنده مشكله راح اتابع العتشات واجاوبكم عليها. بس خلنا اكمل لكم اياها دني لان انا مود الوقت. نيجي على الماتيريال. الماتيريال عندنا اللي هي المواد الداخل عندي عندي ادخلها اني من حيث كونكريت او ستيل. الماتيريال انا دائما او انتم حتى دائما استخدموا الماتيريال الكود البريتش البريطاني. ليش كود البريطاني؟ طبعا احنا متعارف عندنا بالعمل من حيث كمكعبات ما مكعبات الامريكي الكود يعني على الامريكي نشتغل من حيث فحص وما فحص، بس هنا انا من هنا انا ادخله بالبرنامج. ليش ادخله برنامج بالبريتش يعني بالبريطاني، ادخله بالكود البريطاني؟ طبعا انتم عندكم موجوده اكو نفس ما قلنا كندي صين اسباني عندك تايلاند ياباني هندي، طبعا الكود المصري اعتقد ما موجود، امريكا الكود الامريكي الاسترالي. فهذني كودات ممكن يعني تستخدم، بس احنا يعني مثل ما قلت لكم انا استخدم البريتش الماتيريال مو التصميم، الماتيريال البريتش التصميم الاي سي اي كود الامريكي. ليش؟ لان انا من راح استخدم الكود البريطاني راح يعطيني السي، انا عندي لف براين سي مقاومه مال الكونكريت، من انا راح ادخل السي البرنامج راح يتعامل بني مثل اريد استخدم مقاومه بن السلاب مثل سي 25 بالاساس سي 35 بالوول مثل سي 30 سي 25، فاتعامل بالبريطاني على انه يتعامل لي بسي. بينما اذا اروح على الكود الامريكي، الكود الامريكي ما راح يعطيني السي، يعني هسه من راح اروح على الكود الامريكي هنا انا ارجع شوف الكود الامريكي راح يعطيك يعني سي 3 سي 3 ونص سي 4 سي 4 ونص. طبعا هذني السيات انت ايش قد مثل عندك الاف براين سي مثلا
المطيك اياها، تضربها مثل في 4 او تضربها في 3، في 3.5 يعطيك المقاومه سي مثل 40، سي 30، سي 25. فهذن البرنامج الروبوت ما يجي يعني يتعامل منه مثل كونكريت 3.5، او مثل تصمم مثل تقول له من راح نجعل اعدادات البرنامج مثل اقول له مثل سلاب، هو راح يقول لك تريد ايش قد السي مالته 30 25، ما اكتب له مثل كونكريت 3.5. برنامج يعني ما يعرفه بانه 3.5، لا اشتغل على الكود الامريكي البريطاني بالنسبه للمواد. واضحه عندكم ان شاء الله هذه يعني الفرق؟ تمام، هسه ان شاء الله اكملكم اياه بعدين عده سؤال نرجع. فقلنا نستخدم البريطاني الكود البريطاني بالنسبه للمواد، فروح على البريتش شوف راح تتغير، تصير سي، سي 30، سي 25. الستيل مطيني سي 275، مطيني سي اس 460 عفو، اس 355، هذا اللي بالنسبه للستيل. كونكريت كذلك مطيني يعني من سي 10 الى سي 60. الالمنيوم، الخشب همين، هذا اللي هسه اروح على الموديفيكيشن ادخل عليها. هذا شنو؟ هذه مثل انت هو هسه مدخل لك مال التصميم، معاملات مال التصميم من حيث المودلس اوف الاستيسيتي، البوزن روشيو، الشير مودلس، الجي سبيسيفيك ويت، الكاركترستيك مثل فذني مدخل كيان، هو مضبط الكيان حسب الكود اللي تقدر تستخدمه. يبقى مثل اكو شغلات مثل واحد او مثل فد عندك مثال او عندك فد فشي تصميمي مغير لك معاملات مالته، مثل مغير لك باليانج موديل، يانج مودلس اللي هو ايه مودلس اوف الاساسي معامل مرونه، هو مثل قال لك انا مطيك اياه قيمته. ممكن هاي بالنسبه لسان احكي ستيل مثل قال لك يا باني مو اللي هو 20000 يعني 215 20500، لا طاق قيمه تقدر مثل قيمه تدخلها هنا. أنا البوزن ريشيو همين مثل قال لك انا عندي هالقد قيمه ما اريد هذه تدخلها. الشير مودلس اللي هو الجي قال لك عندي قيمه ادخليها، ما اريد القيمه الموجوده بالبرنامج. الوزن مال كثافته طبعا ستيل ايش قد 77 كيلو نيوتن على المتر مكعب. زين هذا معامل مال الثيرمال مال مال الحراره كوفيشن. فهذني يعني المرات جزء مرات يقول لك مثل انا لا مطين ذني غير لي ذني المعاملات وصمم لي. هاي بالنسبة للستيل. للكونكريت كذلك شوف هنا أنا السي مثل أنا أريده سي 30، سي 25. اليانج مودلس شوف ده يتغير عندكم، إذا أنا مثل سي 30 يعني أنت من راح تجي تصمم عندك البناية لازم تشوف إيش قد أنت على ياك إيش قد سي مثل سي 30، ثبت بناتك على إنه سي 30 بحيث يظل سي 30 يغير لك الجي الاي والجي والبزن روشيا والشير مودلس حسب السي مالتك، لان يعتمدون على السي على الاف براين سي. وهاي كثافه الكونكريت طبعا 24 اللي احنا نعتبرها، عفوا احنا نعتبرها 25، هي 24 ونص يعني كثافه الكونكريت 25 كيلو متر على متر مكعب. وهاي مال الحراره. زين وهنا عندك خصائص، شوف هو التاكسي 30 اللي هنا مثل تبتدى على الكاركترستيك الخصائص اللي تلو ديزاين، فأنا دائما أعوف على الكاركترستيك اللي إحنا راح أدخلهاني. هنا نبقى المكعبات تريدها السي مالتك 30، هاي إحنا مثل ما قلناها يعني إحنا هاي ما تخطأ يعني ما عليها بالديزاين بالنتائج، هذه كفحص ما فحص. أنا مثل عندي سي 30 أريد مكعبات، أو مثل سي 35 أو نفسها سي 30 أريدها ويا أسطوانة. وهذه همين خصائص يعني هم فشي ظاهر حلو بالروبوت. الالمنيوم مطيق دني ثابته مع الالمنيوم يعني ما تتلاعب الا اذا هو مثل قالوا لك لا عندنا مفد فاكتورات وعندنا معاملات تدخلها تغيرها. الخشب كذلك هم مطيق يعني. العذر لا اكو شغلات مثل العذر انت مثل تسوي انت تسمي فد اسم خارج عن دني الموجودات، اي ماده تطوق اي ماده تدخلها ممكن تسوي عذر يعني تسميه اسم وتضيف لها الاي والجي والفي. هاي فيما يخص الموديفيكيشن، هاي للماتريال.
الداتابيس هاي هم جدا ضرورية. الداتابيس اللي يختص بالداتا مالتي الموجودة، من حيث حديد التسليح، من حيث مال المعامل التربة، من حيث الرينفورسمنت بار، الربط، الانجل بوت، الربط ما بين البيت والقاعدة مالتي. فالداتابيس اجعل الستيل هذا كود انتم تضبطوه، يعني مثل ما موجود تضبطوه. الستيل اند تمبر يعني ما بين الحديد والخشب، تستخدمون الكود اللي اي اس سي 14 اللي هو الامريكان هوت رولد شيبس اي سي، لاني حسب الكود الامريكي، هذا حسب الكود الامريكي. تقدر مثل تضيف كودات هذه، بس تضيف ملعاد. ممكن هنا عندك اشكال يعني الكودات، شوف في البرنامج راقي، برنامج مطيق كل الكودات الموجوده، ما اعتقد اكو برنامج يعني بهالدقه وبهالكميه يعطيك من التصاميم. يعني هذا الهندي، هذا الكوري، هذا الياباني، الاوروبي، ما اوروبي، ذن كل الكودات. فأنا استخدم الكود الامريكي الاي اي اس سي اللي هو هذا نستخدم على الكود الامريكي. زين، الفيجوال لود اشتغل على اتشو، اشتغل طبعا هو طريقه تعتبر مال الطرق، مع طرق اشتغل على اتشو اللي هي تقريبا هسه طريقه جدا ناجحه. الستاندر لود طبعا هم اكو كودات، من تروح على هذه اكو هم كودات هواي، هو الاوروبي ما اوروبي، فانا اشتغل على الاتشو. الستاندر لود ستاندر مال الاحمال اللي هي انا اشتغل على الاسك اللي هي الـ ASCII والـ ECO11. فأنت تستخدم على الـ ASCII يعني على مود تضبطون هاي الوحدات ضاو يعني مضبوطة وعليها اشتغلوا. ممكن هم تضيف فد كود، هم اعطيك يعني هنا هواي كودات، بس هو تشتغل على الـ Sender Load يعني هاي اللي يخص مال أحمال زلازل، ما زلازل رياح، الرياح أكثر شيء الـ ASCII. السويل دائما السويل احنا الاي ال 001 متر، يعني على مود وحدات المتر. شوف من راح تروح هنا راح تشوفون هنا متر، اذا تستخدم الاي ال 001 لا راح يعطيك فوت. هنا من راح تطبقه يتغير عندك يصير بالفوت. فانت دائما او بالمتر انت دائما استخدم اللي هي الاي ال 001 متر، هي بعواب المترك هذه. فانت من تريد عليه تأشر يعني مثل انت ما موجود عندكم جزء موجود عندكم هذه، فانت تختار هذه وتعطيها صح على مود اوكي، ترجع مثل هذه وتعطيها صح، او تي تحذف مثل هذه وتعطيها ديليت، ماكو مشكله. البولت مال البولتات اللي انا عندي اكثر شيء اللي راح نحتاج نحتاجها بالستيل، ستيل ستراكشر مال ربط ما بين البيم الاتش بيم والاي بيم ما بين البليت البيس بليت. فانا استخدم الاي اس تي ام مترك، الاي اس تي ام مترك الامبريال فوت ما فوت، الاي اس تي ام مترك بوحدات المتر. الانجل بولت اللي قلنا بين الربط ما بين البولت ما بين القاعدة والبوت بيس بليت، هذه طبعا هم تستخدموها البي ان 72. ممكن هم عندك كودات بس هو مطيكيان هذا، شوف هم الربط ما بين الفاونديشن يعني القواعد. الرينفورسمنت بار اللي هي هذه كلش ضرورية، الاي سي اي كود 318.08 مترك، اكو 08 واكو 08 مترك. فانتو تستخدمون هذه قلنا مثل ما تحددها تطي صح، او هذه تطي صح على مود تتحدد المترك. اكو هم كودات من تروح على الموجب، اكو مطيك هم كودات حسب البريطاني، هذا هنا البريطاني اكو، فاكو هواي كودات مطيك يعني الروسي ما روسي كودات. هاي بالنسبة لحديد التسليح انفورسمنت. هاي الفابريك هم من الـ ASTM مترك، يخص يختص بالحديد.
هاي فيما يخص هسه الداتابيس، لان ضروريات من راح نطلع تفاصيل، ما تفاصيل بالحديد، ما حديد بالانجل، بالربط كونكشن بين الحديد. هسه نجي للديزاين كود، كود التصميم اللي احنا قلناه هذا. طبعا هذا جدا ضروري وجدا مهم، هذه التولز جوب فيرنس الموجوده بالتولز جدا ضروريه، اللي هو الاساس اللي تنطلق من عده التصميم بالبرنامج. الكود بالحديد الار ال ار اف دي 2000، طبعا هو هذا المتعارف عليه اللي مال الاحمال، طبعا كلش يعني ضروري هذا احنا نصمم عليه، اللي يعتبر تصميم الاوروبي، كود الاوروبي. ممكن تستخدم ال ان اس اي 360 بس هسه، او ال ار اف دي 1994 هاي هم الكود الاوروبي هسه يعني، بس هو ساق الاحداث 2000. طبعا انتو النسخ يمكن اعتقد الاصدارات اللي هنا 2013 14 هذني ما ضايفين الجدد، بس ممكن يعني لو تشتغل على ال ار اف دي 1994 ما بي مشكله، نفس اللي يعطيك نفس النتائج، بس هذا مجرد في التحديثات. فانا شلون على ال 2000 الستيل كونكشن الكود البريطاني طبعا اشتغل. ممكن تاكو هم هواي كودات، انت تدخل على هذا اشوف هذا، انا اشتغل على الكود البريطاني. ممكن تدخل هواي كودات من تروح على المور يعطيك هم هنا اكو مجموعه من الكودات. فاني استخدم اللي هو الين، اللي هو الين 1993 2005 اللي هو الكود البريطاني. خشب كذلك همين اشتغل على 2014 هم الكود البريطاني. الار سي ستراكشر كونكريت ما نختلف عنه، اللي هو الاي سي اي كود 318 11 وكور طبعا 14 لاني حسب اخر الاصدارات، بس هسه ماشيين 11. شوف اكو 8 قلت لكم الاصدارات 2014 15 اعتقد 11 ما واصل له ما بي، بس يمكن بال 2020 يعني انا 2020 ما منصبه، 21 اعتقد حاطي ال 14 نسخه 2014. هنا انا المترك 19 ل 11 مترك ما بي مشكله. الاي سي اي كود طبعا هاني دا اشتغل عليه. اللود الاحمال اللود كومبينيشن اللي هي اللي راح نسوي كومبينيشن، يعني اللي نسوي معامل نضيف فاكتورات، يعني عد الاحمال الحيه والاحمال الميته راح نضيف لها فاكتورات اللي هي بطريقه الاس ال اس واليو اس واليو ال اس، يعني الوركينج ستريس ديزاين اللي هي يو ال اس والاس ال اس الوركينج ستريس ديزاين اللي هي معاملات مجرد تضربها في فاكتور واحد. اليو ال اس اللي هي تختص بالالتيميت ستريس ديزاين اللي هي فاكتورات حسب الكود البريطاني الامريكي اللي هي 1.2 ديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. هاي على مود المعاملات فاكتورات. فانا مستخدم الكود البريطاني طبعا هسه راح تدخل عليه الاي سي اي كود 318 ذن يعطيك الفاكتورات ديد لود 1.2 هذا مال اليانج واللايف لود 1.6 الويند 1.6 هاي باليو ال اس والمال الحراره وما حراره والسيزميك. السيزميك طبعا يعني احنا من راح ندخل احمال السيزميك لود، السيزميك لود نتعامل بالتحليل كوركينج ما نستخدمها كالتيميت وركينج، يعني فاكتورات حقيقيه تضربها بفاكتور واحد ما نفكترها ما نضيف لها فد فاكتور. فهذا يعني الفاكتورات شلون مين جيتي مال اللود. السنو الويند لود الاسك 705 هذا اللي هو طبعا ارقى تصميم للاحمال الرياح والجليد ما جليد. سيزميك لود الاي بي سي 2012 اللي هي البريطاني. اكو هم لودات يعني اكو 2009 2006 2000 هذن يعتمدن على الاصدارات يعني، بس هن كلهم نفس الغير يعني ال 2009 تستخدمه ما بي مشكله، نفس ال 2012 نفس ال 2006. الستركتشر اناليسيس هذا مال التحليل المنشأ هذني يعني تفيد مثل اوتوماتيك او انت ذني يعني نفضل ما حد يتلاعب به ذني اعدادات هو مضبطن، اذا تلاعب احد من عندنا يعني يطلع لك ايرور ما ايرور، فذني هو البرنامج مضبط لك اياها، انت اللي عليك تغير فقط ديزاين لود كود لود وحدات الماتريال
اما بقيه هو مضبط لك اياهن. السيزميك اناليسيس طبعا احنا بعدين راح نشرحها طريقه السيزميك لود بها 4 طرق. هذه هنا اذا تريد مثل تحفظ المحصله ما محصله هو كاتب يعني مضبط الكيان على ضبط مالتك يعني ما تلعب بيهن. بعد شغله ضروريه كلش اللي هي المشنج. المشنج اللي احنا راح نسوي النمذجه. طبعا احنا النمذجه المشنج من راح نسوي تقسيمات عندك كلش ضروريه اللي هي من راح ابدي اقسم تقسيمات مثل كل اما عندي فاين وعندي كورس. فالفاين يعني ادق شيء انا هنا ممكن اسويها الاوبتن يعني حسب ما هو يشتغل لي اياه. اذا هو يشتغل لي اياه مرات يصير عندي ايرور يعني وورنينج ما يطلع ايرور. اذا ايرور لا معناه التحليل خطا. الوورنينج التحذير ما بي مشكله. فمرات يظهر لي وورنينج بال طريقة المشنج يصير لي بيه مرات نقاط ما متداخلة بس هذا ما يعتبر ايرور يعتبر وورنينج يعني تحديد. يقول لك مثل حاول تكبر الفاين اليمنت او تصغرها. فانا استخدم اليوز الكينيميك كونستنت. هذه هنا يقول لي انت تريد الفاين اليمنت الفاين المشنج فاين اليمنت تريده بالفلور بالارضية شنو فاين نورمال. فاني الفاين طبعا ما راح تطلع الفاين بيها تقسيمات طبعا انت خليه اوتوماتيك سيلكشن. هذه معناه انا احدد تريده مثل كل 1.5 يعني قسم لك كل 1.5 متر او كل 75.75 متر او كل نص متر. هاي حسب يعني كل ما تقل المسافه بين الفاين اليمنت كل ما الدقه والنتاج تصير اقوى واكبر وادق. هذا بالنسبه للفلور. للوول لا انا ممكن وول المهم تيده فاين او بس انت اذا تيد نتائج دقيقه 100% ممكن تخليها فاين 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 يعني فاين بالفلور وفاين بالوول وفاين بالبنال على مستوى دقه جدا متناهيه بالنتائج وانه ما يتغير يعني نتائج مجرد شيء قليل كلش بين ذات بالفاين اليمنت. فهذه هنا من تكمل كل الاعدادات ما تطي اوكي. اذا تطي اوكي ما راح يحفظ لازم تطي سيف. يقول لك انت تريد تغير تريد تحفظ تريد هذا الديفولت اللي غيرت بيه يقول له يس. راح تطي سيف وبعدين تطي اوكي. ما تطي اوكي مباشر لا تطي سيف على مود يحفظ التغييرات اللي غيرتها. طبعا اللي هنا انا خلصة الجوبر فيرنس اللي احنا قلنا انا اللي اهم شيء عندي الجوبر فيرنس هذه كلش ضرورية. فلهنا انا احنا عندنا بعد 10 دقائق مو مشكلة. اي واحد عنده سؤال عنده مشكلة يعني انا صراحة اتابع الشات واشوف عندنا هذا اي واحد عنده سؤال باللي انا راح اباوع استقيما احنا كملنا الاعدادات اللي انا دائما امشي حسب المنهاج. كملنا الفصل الاول والفصل الثاني ان شاء الله. المحاضرة اللي وراها يعني باكر ان شاء الله ريست وراها ان شاء الله يعني باكر اثنين ثلاثاء ان شاء الله بالتسعة همين دائما محاضرتنا. فناخذ بيها الفصل الثالث ونكمل لان الخطوات بالثالث وراها الرابع وراها الفصل الخامس. طبعا انا مسوي لكم اياها 6 فصول. فهسه نرجع على اي واحد انه عنده سؤال على مود نجاوبه. طبعا ان شاء الله راح انزلها على اليوتيوب وانزلها على قناة التليجرام. والله ان شاء الله الملزمة دا اشغل لكم بيها ان شاء الله. الاشعارات صراحة دا اصيدها وترجع لان شوية دا يعلق عندي. فان شاء الله المحاضرة وراها لا نسدها الاشعارات وان شاء الله يعني وصلت لكم فكرة صار لكم فكرة عن البرنامج الروبوت ان شاء الله ما مو صعوبة يعني برنامج كلش حلو صراحة اللي يحب يتعلم عليه ويقدر اي قسم اي واحد من اقسام الهندسة يمكن يتعلم عليه لان كلش برنامج بسيط. ايه هو الكود لازم انا مثل ما قلت لكم الكود انا ليش قلت لكم اخذت ريس ورجعت لان اهم شغلة بالبرنامج الروبوت اللي هي الضبط الجوب فيرنس من حيث الكودات.
لان قلت لكم يطلع ايرور، اكو بيهم يطلع على ايرور يقول لك نتائج الروبوت شو مو دقيقه. طبعا مو دقيقه لان هو تلقى الاعدادات سواء الكود او ما كود ما مضبطها، يطلع له فد فرق بالتحليل. فانت اهم شغله ضبط الكود. نعم ال ار اف دي كود انا ذكرتها، هذا ذكرت لكم اياه الكود مال ستيم هذا. روح على الجوبر فيرنس ستيل الكود مالته والديزاين بال ار اف دي هذا الستيل المنيوم ستيل ستراكشر ال ار اف دي 2000 او ممكن 1994. انا عندي 2000 النسخه 2019. فالكود مال الحديد على ال ار اف دي، ال ار اف دي اللي هو الكود اللي مال الكوم الستيل. فما يعني مضبط لكم اياه يعني، فانتم نفس ما انا مسوين ضبطوا الكودات. لا انت ما تحت كل شيء، انت الكود مجرد بس تدخل كود برنامج تضبطه خلاص، هو بعد راح يشتغل لك على الكود اللي انت مختاره. ها السؤال هذا شنو اللي هنا هسه احد الاخوان سائل. نروح على الكود ال RFD بالستيل، طبعا هنا انا راح اطبله. شوية الحاسب شوية تعلق، اعذرونا. هنا أنا أحد الإخوان سأل قال شنو هاي الأس 275؟ هذه الأف واي مال الحديد. عندنا حديد 275، طبعا هذا السر يمثل بالأو يعني الأوروبي الأوكراني. أس 355 يعني مقاومة هذه اللي هي الستيل 43 245، هذا حسب الرقم مالته. هاي 245 هذا ايراني، هذا نوع الحديد ايراني، يعني قيمة الاوف واي مالته 245. طبعا العلم الحديد مال الايراني طبعا يعني ما ننصح يعني مصممين يصممون ستيل ستركتشر بالكود الايراني، لان مقاومة الاوف واي مالته كلش عالية، فلازم يضربوه فاكترات او يكبرون مقاطع مال الحديد. انت ما راح تختار اس 245، ف يعني جوز ابو الاس مال 275 المقطع مالته الاتش بيم او الاي بيم تلقى قياسه يمكن 8 يعني 8 في 36 يعني عادل 10 في 42 بال 245. ف يعني لا من تختار كود الايراني يعني الايراني الافواه 245 راح لازم تختار مقاطع اكبر، فلازم يعني واحد فدني فاضي شنو اللي هن 43، هذني مقاومة الاوف واي مال الحديد. يعني احد الاخوان سأل دني ان شاء الله كلنا نشرح من راح ناخذ المثال نتطرق له ان شاء الله. لا الكودات انت ما هو سالم مضبطه الكود انت مختار. انا مستخدم كود التصميم الامريكي الاي سي اي كود، بالماتريال المواد بريطاني، غير ذني انا كل شيء البرنامج يقرا على ان انت مستخدم كود الاي سي اي كود الامريكي خلاص. دنيش دنيش كودات هو ما لان انت معرف له وحافظ له، انت قلت له صمم على الكود البريطاني او على الكود الامريكي، فدنيش ما يتدخل بهن. طبعا ان شاء الله راح من انزل الملف، راح انزل حتى اذا تردون ان شاء الله انزل لكم الملف دي دبليو جي، انزل لكم اياه على التليجرام حتى اللي يريد الدي دبليو جي يرسمه بالبيت يرسمه. يعني راح انزل لكم اياه بالتليجرام من راح نبدا ناخذ المثال وتعلمون ترسمون بيه وتتدربون عليه بالبيت مثال ان شاء الله. احنا ان شاء الله بعدين فات 5 دقائق ونتوكل، ومحاضرتنا ان شاء الله على 3 بالـ9 ان شاء الله. اتمنى اكون استفاديت وما عندكم مشكله، بس اكمل ان شاء الله المحاضرة هذه انزلكم التسجيل مال المحاضرة اليوم.
اي صح ما لحقته، لان انا ليش سجلت، انا طبعا مسجلكم ان انا برنامجين مال تسجيل، واحد نفس البرنامج الاف سي سي، وواحد لا انا عندي برنامج يسجل يعني مباشرة. لا البرنامج من السدم، واحنا ايش قلنا؟ قلنا اذا تطيه اوكي، اذا تطيه اوكي ما راح يحفظ لك، بس انت تطيه لازم سيف تحفظه، مثل تطيه اسم اسمك او اي واحد، وبعدين من تطيه سيف يقول لك تغييرات، قول له اوكي يس، وبعدين تطيه اوكي، راح كل ما تفتح البرنامج كل ما راح تفتح ملف جديد، من راح تطبع على الاعداد تروح على جوب الفيرنس، اختار انت اللي ضبطته شنو، مثل باسمك قول له مثل اريد اسم، مو احنا قلنا ديفول ما ديفول، قول اريد مثل اسمي يعني، تطيه اوكي سيف، راح ما ظل كل ما تفتح تسوي اعدادات، لا مرة واحدة تسوي الاعدادات تحفظن باسم بعدين تشتغل عليهن. عندكم ما موجود؟ لا موجودات، كل اللي عاشته وما عاشته كلها موجودات، بس انتو يعني مثل ان شاء الله راح اعطيكم الفيديو رجعوا شوفوا موجودات. سموه ديفولت، سمي باسمك مثل اي ان جي احمد، اي ان جي علي، اي ان جي سيف، باسمك غير ديفولت باسمك، طيب سيف اس راح يصير باسمك والديفولت يبقى موجود. ان شاء الله ان شاء الله انزلكم الفيديوهات. لا والله ان شاء الله احنا اول هنا ان شاء الله، والثلاثاء نكمل، لان صراحة ما المحاضرة تطول اكثر من ساعتين، لان يصير التداخل واغلبيتهم بعد ما يربطوا شيء، فبالنسبة لي برامج ما نطول نخليها اكثر من ساعتين، لان هاي البرامج راد لها شوية من الصراحة، واحد يعني يركز من يشتغل، مو يعني مثال شرح وما شرح وانا ظل، لا هذا تنفيذ يعني عملي مو نظري، لا عملي على مود انت تقرا وتتابع الفيديو وتطبق. ويدك حبيبي استاذ انور، ان شاء الله نزل الرابط ان شاء الله الفيديو. هسه ان شاء الله احنا راح نترخص، اكو احد عنده سؤال شي قبل لا نتوكل ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وان شاء الله يكون الواحد المحاضرة اللي قبلها يعني المحاضرة الجاية ان شاء الله يكون يعني ان شاء الله ما اقول ان شاء الله ان شاء الله مفتهمية، وما عندكم مشكلة، واي واحد عنده سؤال ممكن على التليجرام انا موجود او المحاضرة وراي يسألنا، احنا ما عندنا مشكلة، ممكن نعيد فجزء من هاي المحاضرة عن المحاضرة قبلها. ويدك حبيبي أستاذ إبراهيم أشكرك. هسه إن شاء الله راح نتوكل، وعذرونا من التقصير، خاف فيديو قطع شي، لان انا صراحة شوي لود، فاللود هواي ما يأثر على اللي هذي. الله يسلمك حبيبي السلام محمد. الحضور انتو اكو استمارة نزلها استاذ زمن، يعني حاولوا تسجلوا اساميكم بالاستمارة اللي هي مستاذ زمن، وانا ما راح اقول لان قالوا كبيرة مشكلة ما اعرف شنو استمارة، فيعني يم استاذ زمن ان شاء الله. ست حنين شنو ما يفتح، شنو ما تفتح، اي صح الاستمارة ما تفتح، راح اقولها لسه زمن ان شاء الله، اقول لسه زمن بالنسبه للاستماره، حاول خاف بها فد مشكله ورابط مصايف، حاول يعني خلي صحيح لكم اياها. تسلم حبيبي استاذ مصطفى الله يسلمك. استمارة نزل الساعة زمن حضور وتسجيل، أنا على مود شهادة خبرة وامتحان، فلازم واحد يسجل اسمه ويدخل معلومات عليها.
لا هو بس يسجل مرة واحدة وها هي. أستاذ شاكر الله يسلمك ويدك رحم الله والديك. لا إن شاء الله ماكو أي تعب وماكو إن شاء الله أي زحمة، وتدللون إن شاء الله وما نبخل بأي معلومة نعطيكم إياها إن شاء الله. إن شاء الله تصيرون مصممين. وإيدك حبيبي سعد. عفوا سيد فاطمة الله يسلمك، سيد زهراء الله أشكرك جزيلا رحم الله والديك. طبعا إن شاء الله برنامج أسهل من التابس وأقوى من التابس وأحلى من التابس، بس شوفوا هسه راح نغلق إحنا إن شاء الله بعد ما عدنا شيء، وإن شاء الله موعدنا إذا الله خلانا طيبين إن شاء الله يوم الثلاثاء. وهي محاضراتنا راح اسوي لكم في الجدول وانزل على التليجرام، انا موصل لكم بعد معلومة عنه يعني بحيث بعد ماكو يعني واحد يعرف شو وقت المحاضرة شو وقت تخلص يعني الدورة شو وقت المحاضرة تبدي شو وقت تخلص على ضوء الايام. ان شاء الله ايش اي انا الصراحة ان شاء الله اتوكل يعني اروح. فاي واحد عنده سؤال مشكلة خلي انا موجود على التليجرام، خلي راسلني على التليجرام وبخير يتدلل. لا ان شاء الله باكر ماكو على ثلاثة. والله ان شاء الله الدورة احنا نحاول نعطيكم يعني اللي نقدر نعطيه كله، يعني هم محددين بوقت فد 10 محاضرات، فاحنا ان شاء الله نحاول بلكي العشرة او فوق العشرة فد محاضرة نعطيكم فد شيء واسع من البرنامج، يعني الشيء المهم اللي تحتاجوه ضروري تقدرون ان شاء الله انتو كل واحد بالمستقبل يتطور بيه، بس راح نعطيكم اللي انت تحتاجه، ما يعني مو شيء نعطيكم شيء مو اساس، لا نعطيكم ان شاء الله الشيء الاساسي والمهم كلش. ان شاء الله والله انزلكم الملزمه، انا داش شغلكم بالملزمه وان شاء الله انزل الملزمه، الملزمه هم كلش حلوه فان شاء الله راح انزلها لكم، بس اكملها ان شاء الله انزل لكم اياها. يلا ان شاء الله اودعناكم وفي امان الله ومع السلامه. ان شاء الله راح اقول استاذ زمن على مود الاستماره، وانا موجود على التليجرام ان شاء الله باكر موجود، اي واحد عنده سؤال عنده استفسار انا موجود على التليجرام وحتى على جروب تليجرام، وخليه يسال وبخير يتدلل. في امان الله ومع السلامه.